زوفرة. اي يا بابا وباش زوفرة زادة الولاد راهو هذيا كلمة زوفري راهو جاية من اوفري سيدي خويا قال لي ايش بيكم مع التوا يتكلموا وين يرقعوا صحة العين ولا خايفين ليشتكم خطيبي يفشخكم ويعجنكم يا صار هذا كله خطيبك هو شرفنا يا تختخ هلا بالفيانسي تو يشبه النومير متفتح يا زمزم هذا مازلنا راهو ما تخطبناش اما ان شاء الله في العشاء تو نصدعكم تجربوني سبوي تفضلك معاهما وقته هو تو نحبك تخرج عليا زويز المناظر هذوما برا من دراس يوم خاطرين وعدهم لازم العنف ماناش خارجين هاي خرجنا بلاوس الخطيب هاي دو لازم يا باشي يا باشي يا شوك يخاف يا عايتن الخو الكبير يا قنوشو يا قنوشو يا باشي باشي سرقاي يا باشي انا بديت اخاف يطلعشي باشي هذا البندي بتاع البلاصر في بليش يا باشي والله حتى انا بديت اخاف هاي باشي بندي بلاص وعنده بنية معروفة في البطاعين كل يا باشي بيزي 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 الكل كان على مركز البوليسية أو قريب يا حاشش بيك احنا قاعدين نفدلك شوية معنا عمانك غير مشي فدلك بعيد يا بابا هيا ترى بسم الله على ولدي ضربوك بابا رد بالك انت علاش ما نحبكش تخرج باش ما تشوفش من نظر مقلبك كي هادي هيا برا رجع البيروك وما تخرجش عايش ولدي انا يظهر لي لازمني نمشي نعمل شويه كاراتيه يميلة مو باش ندافع علينا كي راجل كله منك يا باشي ولا زوز ولادي يغلبوك مازال يمكن تبابر عليا وانا عمرك عديت عارك في البطاحي يا ظهرك شفيك يا
ترجع تلوشك في انا هجرت بها كزبيز مش خيره لذا يمكن اعتبار الطب النفسي اليوم هو طب المستقبل، وإن كان هذا الأخير أقل درجة من طب التجميل، هذا إذا اعتبرناه علاجاً. تري بيان هكا صباح. بون دالندا تنجم طويكا تصبولي في الأورديناتور وبعد تطبو على بابيون تيت وتجيبوا لي نصحح فيه باش نبعثوا للجريدة. صار بشي تنشر في الجريدة؟ إيوي. ما هو عندنا صاحبنا عضو معنا في النادي نسيبه مدير جريدة، عاد نهار جابوا معاه. قادر نحكيه هكايا اباطون رومبيو على برشا مشاكل. قال علاش ما تعملناش سيري تاع ارتيكلوات على طب النفس واحنا ننشروهم؟ قلت له علاش لا؟ واو دكتور، هي ليسر، انا متاكده لي الارتيكل هذا باش يعجب القراء الكل. اي وتعرف برندا راني بسطت فيه ياسر ياسر باش ينجموا القراء يفهموه. انا عجبني برشا، خاصة القفلة اللي على طب المستقبل والديبالي على طب التجميل. مالا؟ ما هو ذاك نقاش العصر. على خاطر طب التجميل ماهوش كي الجراحة، ما يعالجش. اي دكتور، اما طب التجميل زيد يعالج نفسيا كيما طب النفس. ترى زيد فسر لي شوية، زيد وضح. نقصد مثلا كي يبدا حد عنده حاجة في بدنه اللي مقلقته نفسيا واجتماعيا، باغ اكزومبل كي يمشي ينحي لي غيد على خاطر حاس روحه كبر، مش هكاك العملية التجميلية حلت له مشكلة نفسية؟ دالندا دالندا سامحني، رجع لي البلوك نوت. رجع جبت لي فكرة أنا نعرفها راهو غير نسيتها وبرا معناتها تنزيدها في الآخر. ميرسي دغيا. جاب ربي فايقتني، ما كانش العباد غدوك تقراه تصير لي بوليميك وبلبلة. اللي فورميدابل سيت في شيء كلمة لي ساعة وعدني باش يكتب عليا ويعدي لي تصويرتي، ما عندوش الشجاعة باش يجي يقولها لي في وجهي. جبان وي مدموزيل. شو علي انا انت تحكي؟ نحكي مع روحي مثال الشاعر. وسع بالك يا مدموزيل، تو نوسع بالي وقت اللي يظهر لي. وانت مدموزيل شوف لي الا جنات مازال طبقة ولا لا؟ مزروبة راني عندي بروفة. اسمع يلا، انا نخدم مع الدكتور عزيزتي، ما عنديش حق نخرج من البيرو. به وهذا شي يعمل هوني؟ انا ما يسخدم يلا، وانا خد طبيب راهو، وهذيك عزوزتي خطيبتي. تفضل اختي مرجانة. مرجانة وحيا شسمك، ماني قلت لك ما عادش اسمي مرجانة. اقرا اسمي شيما سلطان. هاي تصويرتك على الديسك، وليت تغني يا خيا. يا اخي مش كنت تخدم قبل في ريستوران؟ شنو توا يا اخي؟ اي اما لا كنت طباخه ولا سيرفوس، انا مغنيه. هاي تفضل مرجينا. يا خواف. اسبوعي شتي خطيبتك متغش عليك. متغش على حكايه افرغ من الفارغه بربي، واش نحكي لك وانت يحكم؟ قبيلك عيطت لي في الكولوار، خرجت نلقى زوز هكايا زوفره يتبعوا فيها. وش صار؟ شنو صار؟ خرجت لهم اي وعمرت عيني وكخرجت لهم. ذابوا هكا بالخوف، انا شبرت يديا وباش نبدا عاد وطلع شكون يخرج من الحنوط بتاعو هاي. تبى تبيع البيجي؟ اي ويا ريت ما خرجش، لعب لي فيها عيروت وشعره لحمه هكايا. يا اخي امي خرجت وتفضلت الحكايه. شوف ربي امك خرجت. الواجه بربي امي خرجت، يا راكم تشدهم بالواحد بالواحد تدقدقهم. ما بيناتنا خفت تصير شو هكايا قدام الكابينه تاع سيدي خويا. فلتوا مني ما يديك يا باشي. حاضر دكتور الله يبارك. اسبوعي انا بحضر دكتور. انا بحضر باشي. لا انت ما تتحركش من هوني حتى نرجع.
ما تخليش الصلاة فارغة أسبوعي. شنو حكايته؟ نسيت الكل تحكوا فيا. تحطوا لي عينين عزاب. هاكا سيد لندا، زدت في الأخر فقرة تقول اللي الجراحة التجميلية تنجم تعالج مشاكل نفسية. شنو زاد؟ الدكتور يظهر لي يظهر لي اللي فما موضوع هام ما جبتش عليه. أبو كيفاه ترى؟ مثلا المشاكل النفسية الناتجة عن تشوهات من جراء الحوادث. تري تري بيان، هات يلا نزيدوه، هات. تفضل. بالله يا دلندا يعيشك. وي. إذا عندك أفكار أخرى قولهم لي من طوع. حاضر دكتور الله يبارك. وين لا؟ بربي خالتي جنات، خذ لي بخاطري وعمل لي قهوتي بالبن متاعي. أوه خالتي، شبيها القهوة متاعنا شنقصها؟ تيلي، هذا بن امبورتي، وأنا مدير أعمالي قال لي باش نعود نستحفظ على صوتي، والبن السواقي مش باهيلي. عاد هذايا بن كينات، ما يجيش في الززوة راه. ما يسالش برا عمل لها قهوة بالبن متاعها برا. جيتك خالتي جنات خاطرني حاسة اللي عندي كيف التابعة. لطف كيفاش؟ هاني باش نفسر لك. عملت ألبوم يقتل، عملت فيه 20 أغنية، 10 من التراث متاعنا وتسعة غنيات من التراث متاع نانسي عشرم ونجوى كرم، وغنية لحنها لي مدير أعمالي وكتب لها الكلمات زادة. هيا مبروك مبروك. تمين مبروك. الألبوم ما حبش يتباع وحتى يبيع ما حبت تعديه. بالك شي الاغاني ما عجبوهمش؟ دقه ولا في اللي ما يحبش الفن متاعي. انا يالا غنياتي يقتلوا هبال. ايه كي يقتلوا بالسيف العباد يخافوا منهم. تي ليه غنياتي هبال، ريتم جديد وموزيكا جديده وكلمات كلمات متاع وقتنا توا. ملا 100% يقتلوا زادا. الطبيعه يقتلوا. هاني باش نسمعك مثلا. باهي يلا سمعني. أنا باش نعطيك المطلع. حبك اترشق في قلبك الفشيكة، خلاني نتقلى كالبريكة. الله الله الله، زيد يا زيد. عمش نغنيها لك. اسمع 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 بالهدي. حبك اترشق، حبك ترشق في قلبي كلفو شيكا 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 شيكا، خلاني نتقلى كالبريكا ريكا 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 ريكا. كيريتك خارج من الشريكة، خلتني نشطح على مزبوط. أوه سيكا 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 سيكا. ريتا ريت محليها الأغنية، حتى نخرج ما حب يعمل لها كليب مش تعمل كليب. أما أنا عايش أختي نمشي نمثل معاك، جيتك بجنيب ربي نمشي نمثل معاك. عزة حط القهوة وبرا مشي تفقد شي حد في الصالة. حط عزة. يلا. أوه ما عرفتش تعملها الطفلة. حسيلو خاتي جنيت، شوف لي واه دي هيك شربت التنوى اللي في قاع الفنجان. ليه؟ انا قهوتي ما تعملش التنوى. ايه مال الفنجان كيف بشي تقراها لله؟ ريت معه خالتي جنيتة قلت لك شي ذيك خاطر ورايا التابع. يا خيط عليها والله الله يهديها. على شكون؟ ايه دولندا. شو عملت لك زاد؟ بربي كيفاش تخرج وتخليك وحدك يا اخي؟ ما تخافش عليك. طب شو عزة ما زيديش الحكاية. انا حكاية الحكاية متاع بكري. ما فهمتش. لا وقتك سربت اي الحمد لله يا ربي. هاو الجارد كور متاعك جاي هكا النجم نمشي وانا متهني عليك. شبيه يا خطيبتي؟ واش تقصد؟ ربي يزيني باش ما كان حكايه بتاع صبيح ويرحي في العين.
شنو انا مخوف وما عنديش قليب. عجب كي يبدا الواحد مسالم وحد واحد روحه ولي خواف عندهم. ريت ما اريد يا باجي على خطرني داخل مبوشتي انا. تعرف باجي من هو كان شنو لي عروض انا مسيب ولي متعدي في الكولوار شابك فيه. لا 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 يا صبوح مش به. اسمع عندي فكرة هايلة هايلة برشا باش تكبرك في عينينا العزة متاعك. قول لي باش احكي لي فيه ساعة ايه الحكاية؟ يا باجي كمل الدبار عايشك اخذت عليه الحانوت تنكملوا حكايتنا غادي براحتنا وما يتمقصش علينا حد. اي خير اسبوعي تحبش المرة هذي نعمل لك اسيغونس؟ اسيغونس للواش؟ واه يا اخي تو ما شعفت من دباير الباجي؟ اسمع رد بالك هذاك راه باجي صاحب يا ما نحبش تكون داخل بيني انا وياه سبا. صباح الخير اختي فضيلة. نهارك دقلة وحليب ولفتي. امي فضيلة هاي تمشي معنا للمعرض؟ لفضيلة المعرض هذا فيه يجي 50 بلاد والسلع اشكال والوان. يا ما انا مازلت ما طيبتش الفطور. انتي اتوني ياخذوا كاسكروتات. يا خلينا نتكلم علينا احنا فينا على فطور سليمان واسبوعي وبناتك زيدة. اتو يسخنوا البيت وكانك على البنات اعطيتهم باش يفطروا لبرا ما عندهم سمين بلوكي. تكلم بشدك ما تعرفش اللي راجلك ما ياكلش البيت. ومين تعرف يا اختي فضيلة الله يهدي تي عمرها طيبت له المغبون. امك ماما نفدلك عليك زينوبتي. وانت زيد اختي فضيلة بربي يسي حتى من الدليل تي ولادك راهم كبروا ولا رجال شنو هذا وبرا نهار تسخنوا البيت سي با لو فان دو موند. تي هاي عاد امي فضيلة تعرف والله تنجم تلقى حاجات حلوين لزهاز عزة. زعما برا تفهم انت وراجلك ساعة على الفطور وكله زاد اللي انت وامك لحيتوا عليا وكركرتوني بالسيف المعرض. وتي فاش قام هالسيناريو كله اختي فضيلة؟ تي لي عاد يا امي باش كان سليمان تغش على الفطور يعرف على شكون يلو. مش هكا يا امي فضيلة؟ يزي زينوبة وي دلندا زينب مرتي عدي هيل وي زينب ماشي للمعرض براهو ما يسالش شو شو نسخن البيت يا اخي شبيها امي ما حضرت حتى شيء باهي باهي لالا باهي داكوردو كيفاش طبعا باش ترسيلي انا دو. علاش ليه دلندا جيني وي دكتور دلندا من فضلك عايش كذوما الفيشات نتاع المريض اللي كان بحذايا قولي دلندا بالله هي انت مستانسة تفطر في الحومة لهنا تعرفش هكايا بلايصة نظيفة سا ديبون انت عندك فطور نتاع خدمة؟ لا عندي فطور نتاع غلبة تبقى انا مانيش فاطر في الدار قلت انت تعرفش ريستوران هكا مش لازم هما كبتو تكون بنينة اما على شرط نظيفة تعرف دكتور انا ماشي باش نفطر في سالف حال جديد هوني مش بعيد على البلاص كان تحب امشي معي زعما اما اسمع شو على شرط انا نخلص راه دكتور الخلاص مش مهم المهم الماكله تعجبك انا يظلي من توا بديت نجوع فهمتني تسخن وتفطر انت وخوك تمشيش تفطر وحدك وما تستناش باهي باهي تنى امي ساقي ساقي وعلى فطور ايوا عايش ودي نحبك هني انت تنى يا ابني عمرك شو قلت لي حاجه وانا ما عملتهاش مو هذيك الغلبه وين يا فضيله يا امي فضيله هيا ما عادش بكري والله كان يخرج سليمان ما يتكبش فينا سمعت ايش قلت لك تفطر انت وخوك باهي بدوريه دي كيلو صغير صغير ساعه قول لي جماعه وين ماشيين
مش يهمك يا نسناس. نعم نعم انا نسناس بالله يا اسبوعي. ما انا النسناس يقول لك المشروع اللي بيناتنا انيلي الغي الغاء تم. يا باشا يا سعاد يا باشا راني نصدلك معاك فرسست يا اخويا. اسمع مسور المعرسه باه بلبوش بلبوش دي يقول لي وجدي امان بيجي ما تحرمنيش من نصايح الكل بايرك. باه 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 هز من هذا القفل دخلك نسيت تطلب السماح بخشم. فهمت الخطه ولا نعاود لك؟ لا فاهم وقلت عاود لي خير. باهي سيدي ركز معايا. ماني قلتك باش نعيط ولد خالتي الحنوه. هي ما هو هذا اللي باش يلعب فيها باندي واللي انا باش نعطي تريحه قدام عزه. لا موش تريحه رد بالك تعمل حمله كيما هذه تخوفه برك. الرجل هذا لو كان تمسه بلا قصد الا ما يفرقك من بعدك فهمت؟ باهي باهي برك. قول لي ساعه باشي كيفاش باش نعملوا باش عزه تحضر على العركه؟ هذه حاجه سهله برشا. حاجه من هذه تهرب عليا انا الخطه نتاعي محبوكه ومدروسه. باهي باهي برك قول شعليك ممر نتاع كوت. باهي ساعه قريب وقت يجي ولد خالتي للحانوت نخرج انا نعس على عزه هي تدخل الصاله وانا نجيك نجري. مرحبا بيك بكل وقت. يا ودي نجيك نجري خايف هكا ونروح نشوف عيط. يا اسبوعي يا اسبوعي اجري لي فما واحد باندي قاعد يتهدد عليا في الحانوت. لا دخلت انا وعزه وانا جينا هنا نكبش فيه ونكركرو برا كي وندزو في الدروج ونقول له اسمع زيد ما عادش ترجع لهوني. يعطيك الصحه وقتها عاد تكبار في عينين اللي عزه نتاعي. هيا وحدك وحدك بالي اما نحضروا سيدي خويا كان نضرب عصوري بحجره. يا ودي فك علينا خوك مهف يحمل يفيق بالسيناريو. بي عايزي ددو خلي تعرف شكون اسبوعي. يا ودي اش مدخل دلده في الحكايه. المهم المهم انت ما تفرفش باش العزه نتاعك ما تفيقش. انا نلعبوا يا اخي احنا. خلي ساعه وقتاش يجي ولد خالتك؟ خلي تعدى بعد الفطور وقتها يقوم يخدم في دور في بواطه وفي اوقات فراغه يخدم ممثل. يا بيه باش ذكرتني خليني نمشي نشوف حكايه الفطور مع سيدي خويا. يا جهلاوي ماشي. شنو؟ اطلع بهم. شنو؟ 20 دينار. 20 دينار؟ نتاع شنو؟ هبت يديك 10 دينارات نتاع الدبار نتاعي و10 دينارات كاشي نتاع السيد اللي خدتك عليه ممثل. ممثل؟ ايه فين مثل؟ شبيني عمري ما سمعت به. يا ودي مثل في فيلم نتاع التوانسه كل ما يحتاج الواحد باندي يا عيطولو. ايه جو نعطيه 10000؟ ايه بعد نمشي نجيب جون كلود فان دام. ربي وانا شي يهمني برا نجيب حتى جاكي شون وجيب زاد شكون يدبر عليك الدباير. بيجي بجبوز فاتك مع اخرى وشو بيك تغسرش مثلا. خلي دير كسيبها وحشة ليف وكتب الحكاية على خير كمان لك الباقي. تبا تبا قاعدة لندا. ألاغ دكتور حاضرة؟ شنو حاضر؟ أنا من قبيلة وريكتي سايلة. حتى أنا باش نمد بالجوع دكتور. أسمع اختارنا كلمة دكتور هذية. سيرتو احنا توا في أوقات خارج العمل. وماشي نفطر أنا وياك راس راس. أي تفضل تفضل. إن شاء الله مدام زينب ما تسمعش بينا. تمشيش يمشي في بالها حاجة هكا ولا هكا؟ إيش خلص؟ إن شاء الله. لا إن شاء الله إن شاء الله ما تشلقش. ماك تعرف برشا نساء هكايا مش كاكين وذايا ناتج من الخلفية الثقافية والاجتماعية المتراكمة. سي سليمان وي كلامك يتسرد زرتان. حقك حقك تزيد تكتبوا في الارتيكل نتاعك هذا. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. ترتبوا هوني؟ لا 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 احنا ماناش هوني احنا فوق السطح. قول لي سيدي خويا باش ترتبوا ولا من بعد؟ علاه تسأل؟ وش بيك توا بالذات تسال فيا؟ مسستة وش عليها؟ وانت شو بيك تقشقش عليا سيدي خويا؟ ايش عندي قلت لك؟ اي اي ماشي نفطر. ماشي نسخن لك الفطور. لا 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 خارج نفطر لبرا لبرا لبرا. شنو؟ البرا؟ وين برا؟ حاجة ما تهمكش. اي نعرف ما تهمنيش. امي حلفتني نفطر ساقي وساقك. مستانس نفطر معاك بسقايا. يا سوسو الدكتور سليمان عنده فطور نتاع خدمة لبرا تبع الجمعية. افكتيفمون. مالاش باش نعمل انا تو؟ معناتها باش نفطروا مع بعضنا. باش نقول لامي تو؟ والله تقول لها اللي سليمان
كبير وينجم يفطر وحده، وانت ياوك عندك البيت سخنه. بيت بيت انا نفطر مع البنات. لا 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 لا، حتى البنات زادة فاطرين البرا زادة. زادوا بنات نفطروا معاك. انا لا انا 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 عندي مع شكون باش نفطر. ها عندك شكون جاي لهوني؟ لا معناها باش نفطر البرا زادة. شنو تقول معناتها نفطر وحدي انا؟ والله انت عاد كبير وتعرف ما يصلح بيك. ايا بون انا خارج توا. ايا بو حتى انا خارجه. ما لا نخرجوا مع بعضنا. سوسو اما نسكر انت البيرو؟ هاي شيء طيبه. شنو جماعه كل خارجين يفطروا برا؟ نقعد وحدي انا؟ زعما حتى انا نمشي نفطر برا؟ نانا نانا جدة مان علاش فم؟ نحبك تشوف لي في الفنجان قديش باش نقعد عايشة على الشكشوكة. من غير ما نشوف لك ماني قلت لك ما دامك عايشة تحت هالسقف هذا تاكل وتسكت. واه ايش فيك تغششت نانا؟ والله نفدلك عليك ماك تعرفني انا الشكشوكة نحبها ونموت عليها، هي محسوب بتربيها بيها. واه شنو هذا؟ واه نانا اش ثم؟ شفت لي حاجة؟ خوفتني. اش ثم هالتن والكل؟ وش نبهت عليك تعملين قهاوي لنا احنا تحط شطر الغرفة بنا كهو؟ سيدي خويا هي وفطرنا ثلاثة مع بعضنا. فطرنا ثلاثة مع بعضنا. فرحان يحرز لك الرجل اللي عندي معه موعد ما جاش. وين زيد صاحبتي ما جيتش؟ بلا صدوة كيفاش تقابلنا ثلاثة فرد سيلف؟ هذه لو كان حكاية لأختي زينب ما تصدقنيش. شو توا حكاية فارغة كيما هكا الحكاية هي؟ الواد تعاود تفارغ أختك زينب الواد. بلا زهر ولا زهر خوش علينا عملناها بالعالي. زهر زهر شنو زهر؟ زهر يكسر الحجرة مش هكا؟ سيدي خويا وزيد يعطيك الصحة اللي خلص لنا الفطور. أي حق فكرتني ميرسي دكتور. العفو يا اللي العفو حسيلو قاعدة معاكم انتوما زوج ما تتشراش بالفلوس. ريت ريت زيد خويا هكا راهو. كان جاك اليوم ايش اقول لي؟ اما رد بالك كي تشق الكلوار. اشتري لي اخويا صباح اشتري لي. اش فما يا باشا تتكلم؟ عندك اليوم خليته في الحانوت ما تغشش على خاطر الستار بتاعه ما حضرش. هيج وميج ويهدد فيا باش يعطيني تريح. وانت يا باجي خايف من النور؟ شنو خايف اسكت تك تشوف فيا نعش راهو سبنتري سقف بيته ما عصرش. خواف جايب خواف اخر باش يدافع عليه. خواف هذا تشوف وش يعمل خويا باجي ما تمسنيش ما تحسش باش ابعد ابعد خلينا نمشي له. يا ولدي وين ماشي يشهوني قالك باندي. اي باندي وما عنده وين يدور الريح زاد. خليني نكلم البوليسيه. اي اطلب البوليسيه نتاع النجده توا يجوا في دقيقه. لا 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 الويه البوليسيه شو هتعملوا فيها توا اسبوع يتصرف. دادو مش لازم الشرطه عزوزتي هاني ماشي له كم تيت وما رجعتش اطلبوهم. قول لي اش تختار؟ تبونيا عنقية محبس دماغ سطل ولا شوه؟ هيا هاتي راح اش متغششت؟ نتغشش نص شيء نتغشش ولكن كان ماشي راهو صاحبي وكي خويا واللي مص منه شعره نطلع له بريح وانا هيا اخرج اخرج لبر اخرج فهمني البر هذا ما عادش نعرفه ما كانش مني بين هرسك امشي امشي يا هاو طلع ماضي اسبوع. يا سلاوي ماشي لو كان جيت ضربه خاطئه انا اسبوعي نعرف راهو كيتلمس ما عادش عنده وين يدور الريح. ايه اسمع يا سيدي شو طلع منه؟ فهمني ساخت ما عادش نحب راهو
فهمت؟ لازمك ترحش مني كان ناخذ قدامك، فهمتني؟ انا قلنا به لازم نعاودها. خويا سيدي خلاص برس العسوس برس خلت البيج. عيش خويا ما نزيد شويه، خليني نفيش شويه، عجبتني ربي يفضلك نزيد شويه برك. عيشك باهي اخر مره باهي باهي ياسر بالراحه باهي ما تقشش ما تقشش ما باش نشدك كي نخوخ شويه ما يسيسني. اجل نرفزك انا بدماغي ولا شنو؟ سيبني لك سيبني لك قطر حلوة هذه ولا هاو كلمت الشرطة جايين في ثنايا كلمتوا الحاكم. علاش هكا يا باشا؟ احنا ما تفاهمناش هكا شو ما تفاهمتوش فيش وانت سايبني تمثيلية وفات شو تمثيليه؟ اما تمثيليه زاد وانت عايش البوليسيه بالحق وعايش البوليسيه بالحق نخوف فيه الكل بنت بايرك هذا نهر انت وياه لما تفوروه البلاصه هذايا فرده ورقه تحتها هكا زل ماشي صحك عليا في الشباك صحك عليا انت زاده اسمع ما اعرف شو تقول خوف ونص ايش تعبني نعمل زاد اسمع وفكرتك اللي تحب تعمل كاراتيه باهي هذيك انت تخمم فيها بالعكس الساعه ظهرت لي ياسر رجولي شكون انا؟ اسبوعي عملتك التمثيليه هذيك الكل باش ترجع تكبر في عينيا يا زوجتي ورغم اللي مش فاهمك مش تقصد ما بيسالش اللي في زمان انا اللي كبر في عينيك بنظر رجولي رجولي بركة رجولي وحوي وشجاع سعدي بيك سعدي بيك اسبوعي الراجل رجع رجع اي Shoot.